صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهارده يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 و28 من ربيع الاول 1441. يوم الاثنين مشاهدينا احنا دايما بنحب نجيب فقره طبيه، وبما ان بقى احنا داخلين في الشتاء وكل واحد بيقوم عظمه متكسر وظهره وجعه وكتفه مش عارفه ماله وركبته ايه، هنتكلم النهارده بقى عن العظام وعن العمود الفقري كمان، لان احنا بنحس دايما ان العمود الفقري يتعبنا جدا جدا في دخله الشتاء. النهارده كمان خصصنا هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي. ايه هو الانزلاق الغضروفي واسبابه واعراضه وكيفيه طرق علاجه، امتى كمان اتدخل تدخل جراحي سريع؟ تعالوا نعرف النهارده مع ضيفنا المتميز دايما في مجال العظام الدكتور احمد عز، استشاري جراحات العظام والعمود الفقري. صباح الخير يا دكتور احمد. شرفتنا. الله يخليك. حضرتك بقى واحد من الصحه والجمال خلاص بقى، يعني كل مشاهدينا بيتابعوا حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. يا دكتور بقى احنا في دخله الشتاء وعظمنا فعلا بيوجعنا جدا، وتحس ان معظم الناس بيقوموا بيشتكوا من العمود الفقري، بس النهارده بقى خصصنا الانزلاق الغضروفي. ايه نعرف مشاهدينا الاول الغضروف ايه هو؟ احنا عندنا بيربط بين الراس والحوض، العمود الفقري موجود عشان في 7 فقرات في الرقبه، وفي 12 فقره في المنطقه الصدريه، وفي 5 فقرات دول بنقول عليهم الفقرات القطنيه. بين كل فقره وفقره في ماده رخوه وظيفتها الاساسي انها تنضغط وترجع تاني، هو ده الغضروف. لو ورا جوه الفقرات في حاجه اسمها القناه العصبيه اللي بيمشي جواها حزمه الاعصاب. لو الغضروف ده خرج من مكانه وداس على الاعصاب هو ده الانزلاق الغضروفي. لو خرج في منطقه الرقبه هو ده الانزلاق الغضروفي العنقي، بيدوس على الاعصاب يعمل الم في الدراع. لو خرج في منطقه الفقرات القطنيه بيدوس على الاعصاب بتاعه الرجلين يعمل الم في الرجل، هو ده الانزلاق الغضروفي القطني. طيب اعرف ازاي بقى ان انا عندي انزلاق غضروفي؟ يعني في اعراض مثلا بتبان على الشخص المريض؟ طبعا في اعراض بتبان على الشخص المريض. اهم حاجه في الاعراض هي الالم اللي بيمتد بطول الايد او بطول الرجل. هو الموضوع بيبتدي من متشعب يا دكتور احمد، يعني بياخد كده الالم على طول بالايد او بالرجل، تحس ان هو متشعب في الجسم. يعني لما الغضروف بيطلع من مكانه بيسبب في الاول الم في الظهر، وبعد كده في الاغلب ما بيبقاش فيه الم في الظهر. بعد كده لما بيدوس على العصب بتاعه الايد يعمل الم بطول الايد كلها. هو لما بيدوس على العصب بيعمل اختلال في وظيفه العصب، ففي الاول بتبتدي الم، حرقان، احساس سعوعيه، احساس سخونيه، وممكن يصل في درجات كبيره انه ياثر على القدره العضليه. طب اعرف ازاي افرق ان انا عندي الام في اسفل ظهري مثلا او في العمود الفقري وكمان الانزلاق الغضروفي؟ يعني افرق بينهم ازاي؟ اعرف ازاي ان انا عندي بس تعب في العمود الفقري؟ لازم الناس تبقى فاهمه ان مش ان الانزلاق الغضروفي عرضه الاساسي مش الم الظهر. عرضه الاساسي هو الم بطول الرجل او بطول الايد. اما الالام اللي في اسفل الظهر او الام الرقبه دي حاجه شائعه جدا بتحصل لناس كتيره جدا بسبب الاوضاع في الشغل، اوضاع غلط بناخدها طول النهار، السواقه، المذاكره. فالام اسفل الظهر او الام الرقبه دي حاجات في الاغلب بتبقى الام عضليه، مجهود بالظبط. ما بنرتاحش خالص، اوضاع غلط بناخدها طول عمرنا، ما بنلعبش رياضه، الحاجات الكتيره اللي حضرتك عارفها اللي بتعمل الام في الظهر دي. بس اهم حاجه في الانزلاق الغضروفي هو الالم اللي بيبقى بطول الايد او بطول الرجل. طيب احنا قلنا الاعراض، بيجي منين بقى يا دكتور الالم الغضروف او انزلاق الغضروف؟ الاصابه بتيجي ازاي؟ الغضروف هو الماده اللينه الطريه اللي موجوده بين الفقرات. هي ماده وظيفتها في كل فقره يا دكتور، بين كل فقره وفقره في غضروف. الغضروف ده وظيفته الاساسيه انه ينضغط ويرجع تاني مكانه، بنسميه حاجه اسمها شوك ابزوربنت، يعني يمتص الصدمات. الغضروف بيبقى حواليه كيس، الكيس دوت كيس قوي، ماده صلبه قويه بتخلي الغضروف ينضغط ويرجع تاني، والغضروف ده محافظ على، والكيس ده محافظ على الغضروف في مكانه. لو الغضروف برز بالكيس ده من مكانه
هو ده الانزلاق الغضروفي. ممكن يبرز فقط والكيس يبقى سليم، وممكن الكيس ده يتقطع والمادة اللزجة اللي جوه تخرج جوه القناة العصبية. طب بيحصل من ايه بقى كده؟ اي حاجة حركة غلط ممكن اي حاجة تزود تزيد قدرة المادة الصلبة دي او قدرة الغضروف على الاحتمال هتؤدي الى الانزلاق الغضروفي او خروج الغضروف من مكانه. مجهود زيادة، شيل حاجة تقيلة، حتى في التمرين لو عملنا حاجة غلط بزيادة. في وظائف بتساعد ان البني ادم يجيله الانزلاق الغضروفي ده اللي بيبقى فيها مجهود عضلي كبير، يعني حتى اللي بيلعبوا رياضه برضه بيجيله اصابه بانزلاق الغضروف. وارد ان يجيله انزلاق غضروفي. اي حاجه بتزود الضغط جوه الجسم ممكن تزق الغضروف من مكانه تؤدي الى الانزلاق الغضروفي. المشكله يا دكتور احمد العظم والعمود الفقري والحاجات دي كلها تحس ان هي ايه، كيمياء كده، لازم تعرف ازاي تتعامل معاها، لان فعلا اي حركه غلط بيحصل مشاكل كتيره جدا. دلوقتي بقى في ناس بتقوم غلط، بتنام غلط، بتاثر على عظمنا جامد جدا. طيب هل في يا دكتور احمد بقى دلوقتي علاج بس بدون تدخل جراحي؟ يعني احنا نعرف المريض ده امتى اقول ان هو هيعمل عمليه فورا لما يكون عنده انزلاق غضروفي، وامتى يقول لا ده ياخد علاج عادي وممكن يتعالج؟ الحاله تكون ايه سيئه؟ اول ما حد يبتدي يبقى عنده الاعراض دي لازم يزور طبيب متخصص، وعشان نوصل لتشخيص دقيق ان الانسان ده عنده انزلاق غضروفي بنعمل اشعات اللي هي عباره عن اشعه عاديه وفي الاغلب اشعه رنين مغناطيسي، فبنقدر نشوف بالظبط اذا كان في غضروف دايس على العصب فعلا ولا لا. حوالي 60-70% من الناس اللي بتشتكي من انزلاق غضروفي يمكن معالجتها بالطريقه اللي بنقول عليها العلاج التحفظي، اللي هو بيبقى في الاول عباره عن مسكنات، حاجه بترخي العضلات، حاجه الالم العضلات، حاجه عشان الضغط على الالم بتاع الضغط على العصب، و60 70% من الناس بتتحسن وتبقى كويسه. وجزء من العلاج ده ممكن يبقى علاج طبيعي. في جزء بيفضل ما يتحسنش قوي، دول ممكن نلجا فيهم الى حاجه اسمها حقن للفقرات او حقن لجذور الاعصاب، ودي بتبقى تصرف بسيط يعني صعيب بتعمل في المستشفى بس من غير عمليه، ده مجرد بنستخدم جهاز الاشعه ونعمل حقن عند الغضروف اللي حصل فيه الاصابه والضغط اللي موجود على العصب. المراحل المتاخره جدا هي دي اللي بنوصل فيها ان احنا نحتاج نعمل عمليات جراحيه. طب حضرتك بتفرق ازاي؟ هل في انواع بقى للانزلاق الغضروفي؟ يعني مثلا في خفيف، في ان هو فعلا صعب يتعالج بعمليه؟ ليه انواع؟ طبعا كل حسب درجه الضغط اللي موجوده على العصب، واهم حاجه هي شكوى المريض. لان شكوى المريض واحساسه بالالم بتختلف من عيان لعيان، وطبعا برضه طبيعه شغل المريض يعني. ففي لما يوصل الضغط اللي موجود على العصب انه ياثر على القدره العضليه، هي دي الحاله الوحيده اللي بنقول للمريض انت لازم تعمل عمليه جراحيه. لان الضعف ده ممكن يسيب اثر دائم انه يخلي العضله دي ما تتحركش تاني. طيب انا مثلا جالي انزلاق غضروفي، اعمل ايه وانا في البيت قبل ما اروح للدكتور؟ يعني ما اقفش كتير، ما اعملش حركه فجاه كده. اي حد عنده الم في الرقبه او الم في الظهر او في يعني الم غير الم مضايقه قوي لازم طبعا يبتدي يرتاح. اروح للدكتور بس قبل ما اروح للدكتور يا دكتور يرتاح، ما يعملش مجهود، ما يسوقش فتره طويله، ما يشيلش حاجه، يحاول قدر الامكان يبقى نايم في السرير، يا دوبك يقوم يخش يعني يعمل الحاجات الضروريه. في اصل احنا واحنا قاعدين كده في البيت بنحط كريمات، بنحط اي حاجه كده على طول، يعني اهو تسكن شويه الالم الحاجات الموضعيه، وبعد كده بنشوف يعني فعلا عادي. طبعا الحاجات الموضعيه دي عموما اي دهان او اي حاجه لزقه الظهر، الحاجات دي كلها حاجات موضعيه ما بتجيب ما لهاش اي اثار جانبيه وما بتعملش اي مشاكل، فممكن ان احنا نستخدمها طبعا. طيب حضرتك قلت العلاج الطبيعي في الانزلاق الغضروفي بيتم ازاي للمريض؟ بتبقى اهم حاجه فيه بتبقى فيه شويه حاجات موضعيه عشان تقلل احساس البني ادم بالالم. وبيبقى فيه شويه تمارين عشان تقوي عضلات الظهر وعضلات الرقبه وعضلات الكتاف. احيانا بنلجا لحاجه اسمها شد الفقرات، وده بالذات في فقرات الرقبه، وده لازم يتعمل عن طبيب متخصص يكون بيعرف يعمل الحاجات ديت، على امل ان احنا نرجع الغضروف مكانه شويه فالالم اللي على الدراع او الرجل يخف شويه. طيب يا دكتور هنا كمان الكريمات والحاجات اللي بندهنها في البيت، طبعا في اعلانات كتيره جدا بتبقى في التلفزيون، احنا الناس بتتلخبط ما بتبقاش عارفه، هل فعلا الانزلاق الغضروفي ممكن اشتري اي كريم
واحطه كده واتعالج على طول من الحاجات اللي بنشوفها مباعه دايما في الاماكن اللي هي مش طبعا انا ما انصحش الناس انها تعمل كده لان احنا ما نعرفش كتيره جدا وبيقول بيخفف الم الركبه ومش عارفه الم العظام والحاجات دي كلها. يعني الكريمات اللي هي المسكنه المعروفه اللي اصلها معروف اللي جايه من شركه معروفه بتتباع في اماكن معروفه في الصيدليات وفي الاماكن دي هي دي اللي ممكن نستخدمها. اما الحاجات اللي بيحصل فيها اعلانات في التلفزيون والحاجات دي ما نعرفش مصدرها ولا اتصنعت فين ولا جايه منين وما فيش حاجه اسمها كريم يعالج الانزلاق الغضروفي ولا حاجه. هو الكريمات والحاجات المساعده دي بتساعد البني ادم على تحمل الالم وبتخفف الالم وممكن يعني لما الاعراض تروح يبقى انا كده بقيت كويس. مسكنات لما برضو اذهب للطبيب واشوف لان موضوع العظام ده موضوع كبير. وكمان دلوقتي يا دكتور انا بلاحظ ان الاطفال يعني في سن المراهقه مش هنقول اطفال 13 سنه بيمشوا عظمهم بيطقطق بنسمع الطقطقه دي. حتى سالت حضرتك تحت الهواء ايه اسباب الصوت اللي احنا بقينا نسمعه الطقطقه ده. في ناس طبيعه مفاصلها كده ان هي عندها ليونه او مرونه اكتر من اللازم فممكن هما بيتحركوا يعملوا مفاصلهم تعمل الاصوات دي. ما نحاولش احنا نعمل الاصوات دي. يعني ما حدش يحاول يطرقع مفاصله او يعمل الاصوات دي لان لو انت عملت كده هتخلق ضغط سلبي جوه المفصل ممكن يؤذي المفصل جدا. بس في ناس طبيعتها انها عندها مرونه زياده ممكن عظمها يطقطق ده مش مشكله، اهم حاجه ان يبقى في الم. لو الالم والالم بدا يبقى متكرر ومضايق الطفل جدا يبقى لازم نشوف دكتور. وفي نسبه كبيره جدا بيطلع ده الام عضليه يعني ما فيهاش مشكله يعني. بس يستحسن ان احنا نشوف دكتور ساعتها لو الالم ده متكرر وبيجي وبيضايق الطفل عشان نستبعد ان يكون في اي مشكله. مظبوط. وطبعا التغذيه شيء اساسي لاولادنا طبعا لان دلوقتي بقى التغذيه ما فيش وعلى طول مياه غازيه بيشربوها دي بتاثر طبعا على العظام. ولازم جدا الرياضه. ولازم الرياضة. الحلقه اللي فاتت يا دكتور احمد احنا اتكلمنا قلنا ايه الرياضه المناسبه للعظام، حضرتك قلت السباحه. شيء جميل جدا. طيب في رياضه تانية اللي حد مش قادر يعمل سباحه او حاجه مثلا المشي يقدر يعملها المشي كل مفيد يوم جدا. بيفيد للعظام. اي تمارين سويدي عشان نقوي عضلات الظهر والبطن، تمارين لتقويه عضلات الرقبه، عضلات الكتاف، كل الحاجات دي مفيده. ودايما لما البني ادم يبتدي يجيله الم ما يضغطش على نفسه ويرتاح شويه وبعدين ممكن يكمل بعد كده. مظبوط. طيب احنا كمان سؤال على الفيسبوك ايه مش سامعه؟ عن الغضروف والفقرات العنقيه كان بيسال. هو تعبان بقى منها يعمل ايه؟ يتجه لايه؟ حسب الاعراض اللي عنده، عنده الم في الرقبه بس ولا عنده الم في الرقبه والدراع لازم يزور طبيب متخصص ونشوف ايه كميه الضغط اللي حاصله من الغضروف على العصب. هي بيقول دراعه كله تعبه وبيحصل صداع على طول. ضغط على العصب. ضغط على العصب. لو العلاج الدوائي والطبيعي ما جابش نتيجه ممكن نجرب حاجه اسمها حقن للفقرات، احيانا بتجيب نتيجه كويسه، لو ما جابتش نتيجه كويسه ممكن يحتاج يعمل عمليه جراحيه لاستئصال الغضروف، ودي عمليه بسيطه بتاخد وقت بسيط نص ساعه ساعه الا ربع، والمريض حتى ممكن يروح في نفس اليوم والاعراض بتاعه دراعه بتروح تمام. ما ياثرش على النخاع؟ ما فيش مضاعفات بتحصل فيما بعد؟ يعني لما العمليه بتتعمل بالطريقه السليمه وبالتجهيزات السليمه نادر جدا ان تحصل اي مضاعفات او تاثير على النخاع. وكمان مشكله يا دكتور عندنا فعلا ان احنا بقينا نستهتر جدا في حته التغذيه. يعني بقينا بقى ما فيش مواعيد للنظام كويس، الاكل كله بروتين وكالسيوم ما فيش خالص. طيب التغذيه السليمه عشان نحافظ على عظمنا ايه؟ يعني اهم حاجه ان لازم البني ادم ياكل الثلاث وجبات. لازم يبقى فيهم كميات مناسبه من زي ما حضرتك بتقولي بروتين وكربوهيدرات ومنتجات البان وفيتامينات. الخضار مهم جدا، الفاكهه مهمه جدا، نقلل كميه النشويات والكربوهيدرات على قد ما نقدر عشان برضو البني ادم ما يزيدش وزنه، لان زياده الوزن دي من الحاجات اللي بتاثر كتير على الفقرات وعلى الام الفقرات. ولازم يبقى فيه يعني انتظام المواعيد برضو في الاكل والشرب، ما يبقاش الغدا بس. دي مهمه جدا برضو. طبعا ما فيش اكل قبل النوم بفتره او بفتره على الاقل ساعتين ثلاثه. المشي بعد الاكل، كل الحاجات دي مهمه جدا. احنا مهملين جدا يا دكتور احمد الصراحه، يعني ما بنتعظش الا لما يحصل لنا مشكله كبيره جدا، ودلوقتي بقى فعلا كله بيشتكوا فعلا من عظمه. طيب يا دكتور احمد ايه اخطر بقى انواع الانزلاق الغضروفي؟ يعني امتى بقى نقول لا ده خطر جدا جدا وناخد بالنا بقى؟ اخطر انواع الانزلاق الغضروفي في الانزلاق الغضروفي العنقي مثلا، لو الانزلاق الغضروفي داس على النخاع الشوكي
وعمل تغييرات في النخاع الشوكي، ده لازم المريض يعمل عملية. يعني لو وصل الضغط بتاع الانزلاق الغضروفي انه يؤثر على العصب، وده مش في صورة ألم فقط، كمان في صورة القدرة العضلية. في الطرف السفلي دايما بيأثر على مثلا رفع الرجل، تنزيل الرجل، حركة الصوابع. ممكن المريض يبتدي يشتكي ان الشبشب بدأ يتقلع من رجله، مش عارف يتحرك كويس، مش عارف يمشي كويس. في الفقرات العنقية بيأثر على التوازن، مش حاسس بالأرض كويس، والضغط بالذات في الفقرات العنقية، الضغط الشديد على النخاع الشوكي، دي حاجة مهمة جدا ولازم المريض يعمل عملية بسرعة. يعني بحس كمان ان العظام البني ادم جسمنا والعظم والعظام والعمود الفقري، بحس ان هو بيتاثر بالعمر برضو يا دكتور طبعا. احمد زي اي شيء في الجسم، فكل الانسان ما بيكبر بتحس ان فعلا العظم بقى بدا ما يقديش بوظيفته اللي كان هو عنده 20 سنه 15 سنه. فحضرتك برضو تنصح المشاهدين ازاي يحافظوا على العظام بتاعتهم، وكمان خصوصا هم لما يكونوا عندهم 40 سنه 50 سنه؟ يعني الغضروف اللي موجود بين الفقرات ده جزء من مفصل موجود بين الفقرات. والمفاصل كلها مع تقدم السن بيبتدي يحصل فيها درجه من درجات الخشونه. عشان نحافظ على المفصل دوت وما يجيش خشونه بدري او ما يحصلناش مشاكل بدري، اهم حاجه التغذيه، الوزن الكويس، الرياضه. واي عادات سيئه الواحد بيعملها، قاعده فتره طويله، واقفه فتره طويله، يحاول يغير الحاجات دي في حياته شويه، بحيث يقف شويه يقعد شويه، دايما يغير وضعه باستمرار. هي دي الحاجات اللي هتخلينا احسن وتخلي ان احنا نشتكي على فترات بعيدة ان شاء الله، او ما نشتكيش خالص. طبعا يا اتمنى، لان احنا يعني حتى التغذية مش قوي، بنقوم بطريقة مفاجأة جدا، بنحس ان احنا في حاجة طرقعت، يعني عادل الركبة تاني ازاي، بتحصل حاجات بتحصل كتيرة طبعا. جدا اي حركات عنيفة ممكن تؤدي الى شد عضلي، اصابة في العضلة، عطسة، كحة جامدة، بتحس ان الرقبة فعلا. طب يا دكتور احنا قاعدين في البيت كده بتلاقي طرقعة بقى، تعالى طرقع ظهرك، تعالى اعمل مش عارفة دراعي عامل ازاي، بنلاقي على السوشيال ميديا بيطرقع الدار. حضرتك لسه نصحت دلوقتي ممنوع نطرقع اي حاجه الا لما يكون احنا عارفين بنعمل ايه. طب ده غلط ولا ده في دكاتره ده علاج؟ ده في دكاتره كمان بيعملوا الموضوع ده. في انواع لو علاج للفقرات. طبعا في ده علاج للفقرات، ساعات المفصل اتحرك شويه من مكانه، الدكتور بيرجعه مكانه، بيبقى في اماكن مشهوره بيجي فيها التهاب مزمن في العضلات، الضغط عليها والحركه عليها بطريقه معينه بتؤدي الى تخفيف الالم وبتحسنها جدا. هيقوم بالعمل ده دكاتره العلاج الطبيعي، والناس اللي والدكاتره اللي بتعمل حاجه اسمها كاريو براكتس، ودي بيعملوها دكاتره او ناس مؤهله انها تعمله، ولما بتعمل بالطريقه السليمه في الاغلب ما بيعملش مشاكل. بالعكس ده ممكن يفيد البني ادم جدا. يعني احنا نزور بقى كل شويه دكتور علاج الطبيعي نشوف العظم ايه، والرياضه بقى ممكن تغني عن الكلام ده. الرياضه بقى ممكن تغني عن الكلام ده. المشي على الاقل يا دكتور احمد، يعني الناس بتقول لا انا اروح جيم واشترك، لا احنا بقلل الامكانيات، يعني انت ممكن الانسان يعملها لو المشي في ارض مستويه من غير مطالع ولا منازل، عادي نص ساعه خالص. ربع ساعه حتى ثلاث مرات في الاسبوع ده بيبقى كفايه جدا يعني. مظبوط. طيب ناخد تليفون. اتفضلي. صباح الخير مدام زينب، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ممكن اتواصل مع الطبيب لو سمحتي؟ اتفضلي دكتور. فضل. احمد مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا بحضرتك. انا عامله دكتور، انا عامله عمليه غضروف عنقي من يوم 23/9 السنه دي 2019، وعندي التهابات، عامله خمس فقرات عنقي ومركب لي كربونه، وعندي اربع فقرات في ظهري، وكنت عامله منظار من حوالي 18 سنه في رجلي، فالغضاريف الاماميه والاربطه الصليبيه الاماميه والخلفيه في الركبتين والغضروف مقطوعين، فهل ان ده اما اعمل عمليه ظهري هتريح رجلي ولا لازم ولا بد عن عمليه الركبتين؟ طيب عندك كام سنه يا ام زينب؟ انا ماشيه في 54 سنه. 54 سنه وبداتي تشتكي؟ انا دلوقتي لما عملت العمليه العنقي دراعي دلوقتي الشمال فيه التهابات فظيعه، وما بقدرش ارفعه فوق من مفصل الكتف، ودايما والع نار عباره عن شطه وتنميل، لحد ما بطلع ميه من الثلاجه مثلجه ادلقها عليه، والالتهابات والهرش فيه، لحد ما بستعمل السكينه اهرش بيها. انا عامله عند الدكتور مصطفى السيد بتاع مصر،
طيب يا حبيبتي، طيب الف سلامه عليك يا ام زينب، والدكتور احمد هيرد على حضرتك. الف سلامه. يعني 54 سنه يا دكتور احمد، وحضرتك بقى سمعت المكالمه عامله حاجات كتيره جدا لدرجه دلوقتي يعني ما بتقدرش تشرب الميه. الالم اللي في، لو الالم هي بتشتكي من الم في رجلها. الالم ده تقريبا يعني على حسب ما فهمته ليه سببين، مشكله جايه من الظهر ومشكله بسبب الخشونه الجامده اللي في الركبه. الالم اللي هو بطول الرجل اللي هو نتيجه الضغط اللي على العصب او ضيق القناه العصبيه هيتحسن بعد عمليه الظهر. طيب. اما الالم الصادر من الركبه مش هيتحسن لان لسه الخشونه موجوده في الركبه زي ما هي. المفروض ان الم الدراع يتحسن بعد العمليه بتاعه الانزلاق الغضروفي اللي هي عملتها في الدراع، بس ممكن يكون جزء من الالم اللي عندها بسبب مشكله في مفصل الكتف، لان هي المدام برضو قالت ان مفصل الكتف عندها فيه الم جامد جدا. فهي محتاجه بقى حد يشوفها كويس ويعرف الالام جايه منين ويفهمها كويس. لازم برضو طبعا نقعد مع المريض ونتكلم معاه بطريقه واضحه ونفهمه كويس قوي ان اجراء العمليه دي هتحسن الالم اللي في رجلك، بس الالم اللي في ركبتك مش هيتحسن قوي لانك انت عندك انزلاق خشونه في الركبه هو ده اللي عامل الالم ده. فعشان المريض برضو يبقى ايه التوقعات بتاعته بعد اجراء العمليه. مظبوط. وكمان يا دكتور احنا ملاحظين ان ركبتها وعملت منظار وحاجات كتيره جدا لدرجه دلوقتي بتقدرش تشرب كوبايه الميه. طبعا الوزن شيء اساسي طبعا، لازم تاخد بالها من وزنها. هي طبعا سنها مش كبير قوي، حاجه و50 سنه، بس هو واضح ان المشكله مشكله الخشونه متقدمه في الركب، وخشونه برضو في الفقرات ادت ان القناه العصبيه بقت ضيقه، فده دايس على العصب، هو ده نفس يعني نفس الفكره بتاعت الانزلاق الغضروفي، فهو ده اللي مأثر عليها. طب والانزلاق الغضروفي يا دكتور طبعا مش عايز وزن تقيل برضو، طبعا يعني كل ما الوزن يبقى احسن، كل ما يبقى كل وزن يبقى اقل، كل ما يبقى شكوى المريض اقل. مظبوط. طيب معانا الاستاذ محمد، صباح الخير، اهلا بيك. صباح الخير استاذ محمد. طيب حاول الاتصال مره ثانيه. طيب اوكي. الانزلاق الغضروفي زي ما قلت لحضرتك قبل التليفونات، يعني بنلاحظ ان الناس فعلا تقعد تطرقع مفاصلها، حتى الاطفال كمان الصغيره، بس حضرتك بتقول لازم علاج طبيعي، ودكتور هو اللي عارف الفقرات ان هي عايزه تحتاج الى طرقعه وتحتاج الى كده. طيب احنا دلوقتي بقى بنقابل مشاكل كتيره جدا كمان في الانزلاق الغضروفي. حضرتك قلت كمان ان احنا لازم نروح لدكتور ونشوف ايه الموضوع بالظبط. طب لو انا قاعده في البيت مثلا ومش قادره اروح للدكتور ولا قادره اعمل اي حاجه، الخطوات الاساسيه اللي في البدايه ان انا اعملها بحيث ان انا لما اروح ان شاء الله يعني ما اعملش حاجات كتيره. الدكتور يقول لي ليه اتاخرتي، ليه عملتي حركه غلط، يعني حضرتك تنصحهم بايه برضو ان هم في البيت يعملوا ايه في البدايه؟ في البدايه يعني الانسان بيبقى كل بني ادم بيبقى عارف ان هو لو عمل الحركه دي هي دي اللي هتتعبه، او مثلا تاني الظهر. والله يا دكتور احمد اوقات بنقوم فجاه تحس بطرقعه تقوم واقف مكانك. ببقاش عارف اعمل ايه بقى. اهم حاجه بقى ساعتها ان الواحد يرتاح، ممكن يبتدي ياخد حاجه مسكنه من الحاجات اللي ملهاش مشاكل. زي البنادول وزي الحاجات دي اللي هي بتتباع في الصيدليات من غير روشتات من غير اي حاجه، ممكن ياخد حاجه ترخي العضلات. استخدام الحاجات الموضعيه زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه، زي الدهانات واللزقه، رش مسكن للفقرات للظهر او للركب او للحاجات ديت. الحاجات الموضعيه دي ملهاش اي اضرار، ممكن نستخدمها لما يبقى في الم جامد، لو في حركه عنيفه حصلت، كمادات، لو في اصابه حصلت، خبطه او اي حاجه. اهم حاجه ان احنا ناخد الفيرست ايد، ده مهم جدا. اهم حاجه. بشكرك جدا يا دكتور احمد على اللقاء الجميل دوت، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. باذن الله. ميرسي قوي. مشاهدينا اهم حاجه صحتنا، لازم نخاف عليها كويس جدا. طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور احمد عز، استشاري جراحات العظام والعمود الفقري. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.